عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى في القناه. اليوم غادي نوجد معكم بلاطو ديال الصابلي مشكل بثلاثه النكهات. كيجي رائع وعجينه ناجحه 100%. يعني تقدروا تستعملوها البسكويت، تقدروا تستعملوها حتى لي طارطولات معمرين. بونجور ا توتي، اوجي بريباريريمو تري ديفيرسي تيبي دي بسكوتي كولا ستيسا فرولا. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، 200 غرام ديال السكر الثقيل، جوج ديال البيضات، كاس عنبه ديال الزيت، معلقه ديال الفاني، 3 غرام ديال الخميره او نص خميره حمراء. وغادي نحتاجو قرصه ديال الملح. غادي نحتاجو 800 غرام ديال الطحين. ومن بعد غادي نحتاج 50 غرام ديال بودره اللوز و 50 غرام ديال الكاكاو باش غادي نشكلو ثلاثه الانواع ديال الصابلي. Per questa ricetta occorrono 250 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di zucchero a velo, 2 uova, un bicchiere di olio di semi o 150 ml, una bustina di vanillina, 3 g di lievito per dolci, 800 g di farina setacciata tipo 00, 50 g di farina di mandorle, 50 g di cacao amaro e un pizzico di sale. Nibdaw ala barakatillah. Ndir qabsa dial lmelh, pizzico di sale. Ghadi nkhdem zbda mzyan mع السكر بلاصي حتى تولي ليا بوماد. Vado a lavorare il burro con lo zucchero a velo finché diventa una crema. غادي نزيد الزيت وغادي نخدم ثاني نفس العمليه حتى يولي معايا كريمه. Aggiungo l'olio e lavoro benissimo finché diventa cremoso. غادي نزيد الفاني، غادي نزيد البيض وغادي نخدم ثاني حتى تنسجم العناصر كامله. Ho aggiunto la vanillina, aggiungo le due uova e lavoro fino a ottenere un impasto omogeneo. ضروري نزيدو بالحاجه ونخلطو مزيان حتى تشرب معانا، حيت هي ما غاديش يحتاج لي غادي نزيدو الطحين، ما غاديش يحتاج ندلكو فينو ما يتفقش معانا الصابون. importante lavorare ogni ingrediente in questa maniera perché all'aggiunta della farina non dobbiamo lavorarlo. No, non diventa friabile. Allora, in questa fase aggiungo il lievito, غادي نزيد الخميره وغادي نبدا نزيد شويه بشويه لا فارين، ولكن ما غاديش نزيدها كامله حتى نوريكم القياس فين غادي نوصل. عاد نقسمها على ثلاثه كما ودرت. aggiungo il lievito e poi inizio ad aggiungere la farina piano piano. Poi vi faccio vedere il composto come diventa per poter dividerlo in tre parti. Non andiamo a impastare la farina, dobbiamo lavorare solo con le dita della mano. Mescoliamo soltanto. اللي بغى الصابلي غير بالفاني يقدر يكمل الكميه ديال الطحين كامله، اما اللي بغى يشكل بنكهات اخرى يعني يخدم غير بشويه حتى نقسمو. Per chi vuole realizzare una frolla solo con la vanillina può usare tutta la quantità della farina senza dover dividerla in tre parti per aggiungere l'aroma. صافي ملي وصلنا لهذه المرحله غادي نقسم العجين ديالي على ثلاثه. In questa fase vado a dividere l'impasto in tre parti. Qui continuo con la farina. غادي نكمل هذا الطحين
غير شويه. Continuo ad aggiungere la farina piano piano su questa parte fino a ottenere un impasto liscio che non appiccichi. غادي ندوزو للكميه الثانيه. غادي نزيدو عليها بودره اللوز. Allora, passiamo al secondo impasto e aggiungo la farina di mandorle. E un po' di farina piano piano. Ora mi canzi il suizio in pen. Se giù è meglio. Devo stare a calibrare la l'agilità. Fate anche giù. Ora devo fare la gente. غادي ندوز الكميه الاخيره اللي بقات عندي. غادي نزيد عليها الكاكاو. Passiamo all'ultimo impasto e aggiungo il cacao amaro. Vado a setacciare. صافي, من بعد ما كندخلوا في هذاك الكاكاو غادي نزيدوا الطحين اللي بقى لينا. Aggiungo la farina rimanente. بعد ما رجدنا العجينه ديالنا ديال الصابلي غادي نديرها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه. انا غادي نخليها ليله كامله. بالنسبه للي مزروب عليها يعني على الاقل خصني نخليها واحد الساعه باش تنجح معكم العجينه ديال الصافي. Dopo di che li metto nella pellicola, li copro con la pellicola e li lascio in frigo una notte. Per chi ha fretta invece la deve lasciare almeno un'ora in frigo. بعد ما خرجنا العجينه ديالنا من الثلاجه نخليها ليله كامله, وقبل ما نخدم بها خرجتها واحد 10 دقائق قبل باش تلق واحد شويه. دابا غادي نبدا بجين اللوز. غادي نديرها في هاد البركاتين, يعني ندير هاد البطوات صغيورين ونكملوا بقيه العجينه كامل. Dopo aver tirato fuori la nostra pasta frolla dal frigo, l'ho lasciata 10 minuti. Adesso iniziamo a formare le nostre barchette con la pasta di mandorle. عندي هنا جوج بلاستيكات اليمونتير هما اللي غادي نطلق وسطهم العجينه ديالي. Vado a stendere l'impasto tra due bustine alimentari. Non ce l'ho da bisogno. Non deve essere troppo spessa. صافي, من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا غادي نضغط عليها بحال هكا بالصبع ديالي باش نشكل لاباز ديالها ونشكل حتى الجناب. غادي نحطها في اللاطه ومن بعد غادي نثقبها بفرشيطه. Dopo aver tagliato le nostre barchette andiamo a premere con il dito per formare la base e i bordi. La metto in teglia, poi vado a bucare con una forchetta. Finisco il tutto, poi ritorniamo. Stavo in bed, ma scendiamo, ma dentro un farran. Deja مسخن على 170 درجة تقريبا 10 دقائق, ما خصهمش يتحمروا بزاف غير ياخذوا لنا اللون الذهبي صافي ونخرجوهم. Adesso andiamo ad infornare a forno preriscaldato a 170 gradi per circa 10 minuti. دابا غادي ندوزو العجينه الثانيه اللي بالكاكاو نشكلوها ثانيه وغادي نخرج منها جوج ديال النواع. Se passiamo all'impasto al cacao, stendiamo. غادي نستعمل هذا المقطع مربع
يروح شويه. Vado a mettere il tagliapasta in un po' di farina. Infatti, daci li pani a millegina li scritti l'una di il cacao, vado a dirvi a noi acqua. Vado a fare un altro tipo di biscotti con la frolla al cioccolato rimanente. Prendo un po' di cocco, un po' di farina di cocco e aggiungo un po' di latte condensato. صافي غادي نشد الكوكو غادي نزيد عليه الحليب مركز محلى وغادي نجمع بيه وندير كويرات. صافي غادي نديرو كويرات غير صغيورين ديال الزيتون صغيورين. Formiamo delle palline piccoline. Poi facciamo delle palline il doppio di questa che abbiamo fatto al cocco. Formiamo un buco in centro. Poi facciamo un cucchi di salina e poi sedere. E poi rinchiudo. Se vedo che è troppo grande posso togliere dai bordi un po' di pasta. Formo una pallina. Safa ghadi nshkluha bhal hakka. Se nkemmelhom ghadi ndkhlo nsahom ma nfran ala 180 درجة. هذه الحلوة كتسمى حلوة رافائيلو. Questo dolce si chiama dolce Raffaello. بالنسبة لهاد الكويرات اللي ما عندوش ستامبو ديال السيليكون يقدر يخليهم غير بحال هكا perché non ha lo stampo può lasciarli così. ودابا غادي ندوزو للعجينه ديال الصابلي. حتى هي غادي نقطعوها دوائر. غادي نقطعها غير دوائر غنخلي العجينه شويه غليظه حيت مازال غادي ندير ليها لي موتيف ديال الشوكولاته من فوق. adesso passiamo all'impasto alla vanillina. Vado a stenderlo e taglio con il tagliapasta rotondo. Lascio un spessore un po' grosso dato che andremo a decorarlo con dei stampini di cioccolato. Se trovate che l'impasto sia ammorbidito un po', andiamo a mettere un pochino di farina, giusto poco. Adesso lo scioglio su questa fila, le vendo una sciuglia a fare per la gira, ma le sciuglie ne ci sono. Sato, vado in dire, lo taglio, prendo, vado in taglio. ملاحظة نسيت ما درتهاش هاد العجينة اللي كتشيط معانا ما كنعاودوش نعجنوها يعني العجينه غادي تكسر كنعاونو غير بالبلاستيكه غير كنجمعو بحال هكا صافي وكنعاودو نطفوها بالمدية. Dicevo i pezzetti rimanenti non li andiamo a impastare se non si rovinano i biscotti. Aiutiamoci solo con la plastica che abbiamo sotto
e andiamo a stenderli di nuovo. بعد ما طاب الصابلي ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي غزال ما كيتنفخ ما والو، يعني كيبقى مقاد. Dopo la cottura i nostri biscotti sono pronti per la decorazione. اول حاجه هاد الباطوات الصغيرين غادي نزينهم برقائق اللوز. عندي هنايا اللوز مهرمش، صايبته هنايا في الدار، حمرته وهرمشته غليظ شويه. غادي نخلطو مع الكراميل حتى هو اللي صايبت، كراميل ايطالي صايبته بكاس ديال السنيده وكاس نص كاس ديال الماء و100 غرام ديال الشوكولا. نفس الكراميل خديت منه كميه وزدت عليها كريمه سائله مغليه، وزدت عليها معلقه كبيره ديال الكريمه ديال البندق. غادي نزين بها الصابلي بالكاكاو. بالنسبه لحلوه رافائيلو من بعد ما طابت غادي ناخذ نفس المول ديال السيليكون، غادي ندير فيه شويه شوكولاط كحل ديب وغادي نرجعو نحطهم باش يتغطاو ليا بالشوكولاط. بالنسبه لهذا البسكوي العادي انا ذوبت شوكولاط ابيض ودرتو في ستامبي في هذوك لي موتيف وخليتهم يبردو. انا غادي نوري لكم هنا صايت هذا الخليط ديال الناباج والجليكوز والنكهه ديال التوت. غادي نلصق به الموتيف ديالنا ديال الشوكولاط. Per la decorazione delle barchette abbiamo bisogno delle mandorle tostate e tritate grossolanamente e del caramello. Andiamo a mischiarli, poi andiamo a riempire. Invece per i biscotti al cacao vado a decorarli con una ganache al caramello e crema di nocciole. Per il dolce Raffaello vado a usare lo stesso stampo dove l'ho messo prima. Vado a mettere un po' di cioccolato nel fondente sciolto e vado a rimetterli di nuovo dentro. E per ultimo questi biscottini alla vanillina vado a decorarli con dei stampini di cioccolato che ho già preparato, adesso ve li faccio vedere. Vado a attaccarli con una salsa che ho preparato bollendo 2 cucchiai di toppi neutro, 2 cucchiai di glicosio e ho aggiunto anche l'aroma di mirtilli. بعد ما زينا الحلوى ديالنا على هاد كتكون على هاد الشكل، هادي ديال السيليكون اللي كنحيدوها من الثلاجة، كنحاولو نقادو الجوانب، يعني هاد الزوائد اللي كيكونو هنا كنحاولو نقادوهم بإيدينا ولا بموس باش تجي معانا الشكل مزيان. من بعد غادي نديرهم في كويرطات وغادي نوريكم طريقة التقديم. Dopo aver decorato i nostri dolcetti e tolto questi di silicone dal frigo andiamo a sistemarli. Andiamo a togliere i residui del cioccolato praticamente, così abbiamo una forma perfetta. Vabbè, la cammina di zin di insabli di enne che sono di enne ti genie ia che c'è cos'è la filma da con il shakl واحد الحاجه اخرى تبقى الطريقه اختيار، يعني كل واحد يزين باش ما بغى. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم ومرحبا باقتراحاتكم وبتعليقاتكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. Ecco il nostro vassoio. Io l'ho decorato in questo modo, ma voi potete decorarlo come volete. Aspetto i vostri commenti, i vostri like e alla prossima ricetta.